ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل قرايه عامه لمواليد برج القوس عن شهر اغسطس شهر 8. هنشوف فيه كل الاحوال الخاصه ببرج القوس الشهر ده. هنسأل عن المال وعن العاطفه وعن العمل. طبعا القرايه العامه مش هتنطبق على الجميع، ولكن القراءة الخاصة في هسيب لكم البيانات في الديسكريبشن تحت الفيديو. ويلا نشوف برج القوس أحواله ايه من مال وعمل وعاطفة في شهر 8. بسم الله. برج القوس، هيقولك كمان التمبرنس الكارت بتاعك. تعالى كمان يا برج القوس اخد لك كارت من كروت الرومانس ونشوف العاطفة بتاعتك. اوكي، خد لك كمان كروت الملايكة. اخد لك كمان ال Love Oracle Cards ونشوف ذا دراجون فلاي. برج القوس عندك الاول، خليني اقول لك الابراج. عندك برج القوس والقوس والقوس والاسد والسرطان والجوزاء. عندك كذا برج، بالشرط يكون الشريك يعني واحد منهم، ولكن دي الأبراج اللي ظاهرة عندك، والبرج بتاعك ظاهر كتير. خليني أقولك الأحوال المادية والعملية الأول قبل ما ندخل في الأحوال العاطفية. على ما يبدو هنا إن أنت في الشغل بتاعك يعني معاك ناس صعبين شوية في التعامل، ناس مش كويسة، كأنك شغال في حاجة يعني مثلا زي اللي بيطلع لك فيها نسبة او كده، فهتلاقي ناس كتير عمالة ايه يعني اللي حواليك كل واحد عايز يخطف الشغل لنفسه، تعاملهم مش حلو معاك في الشغل، وانت حاسس بحمل وعب. لان على ما يبدو كمان ان المادة معاك مش يعني الفترة فاتت مش كويسة، وانت صرفك كتير يا برج القوس، فحاول ان انت تمسك ايدك شوية. عندك شوية اضطراب في الشغل، انت بقى بتحاول تدافع عن نفسك، بتحاول ان انت ترد اي حاجة بتتعامل معاك. عندك حاسس الشغل مسؤولية، يعني كأنك بتقول لنفسك انا شغال ولكن مفيش عائد مادي كبير بيطلع لي. ولكن حابه اقول لك ان شاء الله الاحوال الماديه بتاعتك هتتعدل، وكمان في فرصه شغل جديده ان شاء الله هتجيلك، في عقد هتمضي عليه، في حاجه جديده هتقدم عليها، علشان عندك ال 7 اوف كاب والكارت ده مبشر جدا. وكمان عندك الويل اوف فورشن، ودي عجلة الحظ. فان شاء الله الامور معاك هتبدأ تتعدل. بس خد بالك من الناس اللي معاك في الشغل، لان هم ناس مش كويسين، احترس انتبه منهم. خليك حكيم في التعامل، حاول تبطل عصبية في شغلك يا برج القوس. حاول ان انت يعني
ما تبقاش يعني ما تاخدش كل حاجة على أعصابك، وإن شاء الله كل الأمور هتتعدل معاك. كمان عندك التمبرنس زي ما قلت لك، في حاجة إن شاء الله في رزق هيجيلك، في يعني فلوس إن شاء الله هتجيلك، بس انتبه من الصرف، ما تحاول ان انت تقتصد، ما تصرفش كتير. كمان ذا لوفر هنا بيقولك ان هيكون في قدامك اكتر من اختيار، في للناس اللي بتدور على شغل هيكون في اكتر من اختيار للعمل، ولكن خد بالك لما تيجي تختار اختار حاجة كويسة، لان الاختيار سهل يا برج القوس، لكن بص على المدى البعيد، بص على المدى الطويل، وشوف طموحاتك المستقبلية واصلة لفين، وحاول ان انت تختار يعني حاجة تفضل مستمر فيها فترة طويلة في شغلك. فانتبه للشغل بتاعك، وان شاء الله امورك كلها هتتحسن وهتبقى على ما يرام يا برج القوس بإذن الله. المادة معاك مش قد كده، بس الدنيا بعد كده هتتعدل معاك، وهيبقى معاك فلوس ان شاء الله. خلينا ندخل على يعني الحياة العاطفية لبرج القوس، وخلينا نقول ان اول حاجة عندنا هنا is the lover. في حد بيحبك خالص يا برج القوس، والحد ده قديم، فشوف انت يعني الحد ده يستاهل ولا ما يستاهلش. الشخص ده مش جديد، وانتوا سبتوا بعض، للبعض منكم سابوا بعض، لان انت الشريك غدر بيك وخانك، وزي يعني راح لحد تاني، وكأنه كده يعني عذب لك قلبك لما اختار حد تاني وسابك يا برج القوس. ولكن برج القوس زي ما قلت لك احترس من الشخص ده اللي في حياتك، لانه كانه اختار حد معاه فلوس عنك، كانه فضل حد معاه فلوس، فخد بالك يا برج القوس وانتبه. هو راجع دلوقتي لانه حس ان هو خسرك، فراجع، حاسس انه في امل في العلاقة انه هو يرجع. هو فعلا في امل للرجوع لو انت هتسامحه، ولكن خد بالك ان للبعض انا بقول للبعض، في شخص مادي في حياتك بيحبك بس عايز فلوس، يعني عايزك يعني بيحبك وفي نفس الوقت عايزك غني، عايز الحب وعايز الفلوس، ولكن انت ربنا هيكرمك يا برج القوس، و هتتنصر على الشخص ده وهيندم، وهتلاقيه هو اللي بيجري وراك، هيقعد يجري وراك وهيحاول معاك. بص هنا، هو لما سابك كان بسبب ان انت يعني مش جاهز ماديا ان انت تروح للشخص ده، لو انت ولد، لو انت بنت، فهو الطرف التاني ده يعني برضو الحكاية كانت مرتبطة معاه بالمادة. عايز اقولك يا برج القوس ان انت الحب والمال مرتبطين معاك ببعض، لو انت راجل اللي بتسمعني، فانت اللي يعني ايدك ما فيهاش فلوس علشان انت تروح تتقدم للشخص ده ويكون في ارتباط او علاقة رسمية، والعكس يا برج القوس لو انت بنت وبتسمعيني، ف الشخص ده متعطل بسبب انه الفلوس برضو يعني عاملة عائق معاه، انه مش قادر انه هو يجي ويتقدم ويكون في ارتباط او في حاجة رسمية. فهي هنا الفلوس والحب مرتبطين ببعض. طيب ذا دراجون فلاي هنا نصيحة الكروت دي بتقولك ايه؟ بتقولك يا برج القوس حاول ان انت يعني تنور بصيرتك، حاول ان انت تنور قلبك،
حاول ان انت تكتشف الشخص ده وتكتشف الناس اللي حواليك. اتغير بقى، ما تخليش كل حاجة زي ما انت بتشوفها يعني وردي. انتبه وخد بالك، واذا كنت انت حابب ترجع للشخص ده فده الامر يرجع لك، ولو كان هيكون في رجوع في ماشي، بس مش هيكون دلوقتي، يعني مش في الطاقة دي او مش الشهر ده، لانه بجد هو حاسس ان انت ان هو خسرك. يعني انت ان شاء الله عجلة الحظ هترجع يعني تدور معاك تاني، وعجلة الحظ إيجابية، يعني الـ well fortune دي إيجابية بطريقة كبيرة جدا. بس برضو أنا مكذبش عليك يا برج القوس، أنت بتحب الشخص ده عشان the lover، وده كارت العشاق. زي ما هو بيحبك أنت كمان على فكرة بتحبه، في حب بينكم، وفي منكم ناس يعني بيحبوا بعض من وقت طويل، ودايما كانت العلاقة بتاعتكم كأنها يعني انا شايفاها هنا اون اوف اون اوف، يعني ترجعوا لبعض وترجعوا تتخاصموا، ترجعوا لبعض وترجعوا تتخاصموا، وعلاقتكم ماشية على الريتم ده. ولكن انا شايفة ان العلاقة دي لو مشيت بجد، يعني لو استمرت الفترة اللي جاية بعد كده او حصل رجوع، شايفة انها ان شاء الله هتثمر، وكل واحد هيحاول يعني يدي الشخص اللي هو محتاجه عاطفيا، يعني زي ما انت بتعامله حلو هو هيعاملك حلو، والعكس يا برج القوس. شايفة للبعض ان العلاقة هترجع تشرب تاني يا برج القوس، عندك الكارت بتاعك التيمبرنس، العلاقة هترجع تاني تكون كويسة للبعض منكو، هيشرق فجر جديد للعلاقة دي، وللبعض برضو منكم في حد جديد هيدخل حياتك يا برج القوس، ده لو ما كانش دخل. شايفة في للبعض ان في حد جديد هيدخل حياتك، في رزق كتير هيجيلك ان شاء الله في العاطفة وفي العمل، بس الشخص ده انت مش نسيله ان هو غدر بيك وطعنك، انت مش نسيله الحكاية دي، التين اوف سورس العشر سيوف مش ناسي ان هو طعنك وغدر بيك وخلاك عشت ايام صعبة، فانت مش نسيهاله، هو حاسس انه خسرك، بس هو مازال الطرف التاني عنده امل في رجوعك ليه، زعلان ومكتئب وحاسس انه في امل ان هو ممكن في يوم من الايام يرجع لك. طبعا الامر يرجع ليك انت يا برج القوس، اذا كنت عايز تكمل معاه ولا ما تكملش، ولكن النصيحة هنا زي ما قلت لك ذا دراجون فلاي بتنصحك وبتقولك حاول تعمل استشفاء لنفسك، بحيث ان الشخص ده ما يبقاش مسيطر عليك بالطريقة بتاعته دي، يعني هو مسيطر على قلبك، انت برضو من جواك يا برج القوس بتحن له، ونفسك برضو في الرجوع، بس انت يعني ايه كرامتك واخداك من اللي هو عمله، ولكن انت عندك حنين للماضي يا برج القوس، وعايز برضو ان انت ترجع، فخد بالك، وخد بالك يا برج القوس ان في حد موقع بينكم، في حد بيحاول يوقع بينكم، كل ما يحس ان العلاقة اتعدلت او ان انتوا هترجعوا لبعض هو بيخش كده يعني بينشر السم بتاعه، في طرف تالت يعني بيحاول يوقع بينكم، في حد كده بيحاول ان هو يبوظ العلاقة بس مش هيقدر، لان حبيبك بيحبك، فمش مش هيسمع عليك كلمة، مش هيقبل يسمع عليك كلمة يا برج القوس، في حد عارف بالعلاقة دي للبعض منكم وبيحاول يوقع بس مش هيقدر. برج القوس دي كانت قرايتك لشهر اغسطس، لو سمحت لو عجبتكم القراية اضغط لايك، وما تنساش تفعل زر الجرس لو انت حد جديد، فعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل على القناة يجيلك بيه اشعار. يا رب تكون القراءة عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد.